أحسن الله إليك. يقول السائل: ما موقفنا من الدعاة المخالفين لمنهج السلف؟ هل يؤخذ من علمهم أو يترك؟ وهل يجوز قراءة بعض الكتب النافعة لهم؟ الله أغناكم عن هؤلاء، تأخذون العلم عن أهله المستقيمين والكتب النافعة المفيدة، وفيها غنية عن كتب هؤلاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.